اكتشفنا حتى الآن أكثر من 5000 من الكواكب الخارجية، ما يقرب من 100 منهم في المنطقة الصالحة للسكن من نجومهم وقد تكون مناسبة للحياة. تقنياتنا ليست مثالية للعثور على آثار للأنواع الغريبة هناك، لكن مع الذكاء الاصطناعي يمكننا أن نتخيل على الأقل كيف تبدو الحياة على تلك الكواكب بناء على البيانات المتوفرة لدينا، ويمكننا محاولة تحديد ما إذا كان يمكن لأي شخص أن يعيش في مكان آخر غير كوكبنا. كلما كان الكوكب أكثر تشابها مع كوكبنا زادت فرصة العثور على الحياة عليه، لذلك سنذهب أولا إلى كيبلر 452 بي، كوكب خارج المجموعة الشمسية الذي يسميه العلماء الأرض الثانية. إنه موجود في كوكبة الدجاجة على مسافة 1400 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية. يقع مدار كيبلر 452 بي في المنطقة الصالحة للسكن لنجمها، والتي هي أكثر سطوعا بنسبة 20% من الشمس. سنة على كيبلر تدوم 385 يوما من أيام الأرض، تقريبا نفس الشيء على كوكبنا. يبلغ متوسط درجة الحرارة على سطح الكوكب حوالي درجة ونصف مئوية. اتضح أن الماء السائل يمكن أن يوجد على كيبلر، هذا يعني أن الحياة يمكن أن تتطور هناك. يمكن أن تكون الظروف على الكوكب مشابهة جدا لتلك الموجودة على الأرض إذا لم تكن لشيء واحد. كيبلر أكبر ب60% من كوكبنا، مما يعني أن الجاذبية عليه أقوى بمرتين، ومع ذلك يمكن للحياة أن تتكيف بشكل جيد مع مثل هذه الجاذبية. يمكن أن تنمو الشجيرات والأشجار الصغيرة على كيبلر من جراء الجاذبية القوية، ستنتشر على طول القاع وترمي سحب البذور في الهواء، حيث أن كثافة الهواء في كيبلر أعلى ب5.5 مرات مما هو على كوكبنا. يمكن للبذور أن تطفو بسهولة فوق القاع حتى يتم أكلها، نظرا لأنه يكاد من المستحيل التواجد على سطح الكوكب من جراء الجاذبية العالية. تم نقل كل أشكال الحياة على كوكب كيبلر إلى الهواء، وأول ما يمكنك مقابلتهم هنا هي مخلوقات طائرة العملاقة. يقترح الذكاء الاصطناعي أنها قد تكون مشابهة لأسماك الراي اللساع ذات الذيل الطويل والأجنحة القوية. تلتقط الطيارات الهوائية الصاعدة وتطير ولا تهبط على الأرض أبدا. هذه المخلوقات من الحيوانات العاشبة لكي تتغذى، فإنهم يطيرون بأنفسهم عبر غيوم البذور الطافية وتلتقطها بأفواهها المستديرة الهائلة. على الأرض تحصل الحيتان الحدباء بالمثل على طعامها، مع أفواهها المفتوحة يسبحون في ساحة من الأسماك الصغيرة، ومن ثم تغلق فكيها على الفريسة وتبقيها في الداخل. لكن على عكس الحيتان، فإن أشعة الهواء العظيمة من كوكب كيبلر 452 بي لديهم أعداء طبيعيون. للوالة الأولى خنفساء بحجم البالون لا يمكن أن يؤذي راي لساع عملاق، لكن هؤلاء المفترسون يصطادون دائما في مجموعات. تعيش البكتيريا المطلقة للكربون في فقاعات الهواء، بهذه الطريقة يمكن للخنافس أن تحوم فوق الأرض لتعاقب الفريسة. عندما يرصدون الفريسة يطلقون الكربون فجأة من الفقاعة ويهاجمون بسرعة البرق. الصقور تصطاد بنفس الطريقة، عندما يلاحظ الطائر فريسته فإنه يغوص مباشرة من ارتفاع بسرعة تصل إلى 100 متر في الثانية ويلتقطها. في كيبلر 452 بي يكون تسارع السقوط الحر ضعف ما هو على كوكبنا، 20.5 متر في الثانية المربعة. هذا يعني أن الخنافس يمكن أن تكون أسرع من الصقر. عندما يتفوقون على فرائسهم يتشبثون بها باستخدام أقدامهم الطويلة مع خطفة في النهايات، وهكذا يمكن لقطيع من الخنافس أن يسقط رايا طائرا ضخما ويطرحه على القاع هناك. لم يعد من الممكن إنقاذ الضحية، وسوف تأكل الحشرات ببطء الفريسة التي لا تزال على قيد الحياة، ثم ستتم إعادة ملء فقاعاتهم تدريجيا بثاني أكسيد الكربون، وسترتفع الحشرات في الهواء بحثا عن ضحية جديدة. لكن ليست الخنافس وحدها هي التي تهدد أشعة الهواء. الشيء هو أنه بعد التزاوج تنزل الإناث إلى التل لتضع بيضها. نظرا لوزنها الهائل وخطورتها القوية لم يعد بإمكانها الإقلاع وتموت بالقرب من القاع. عندما تفقس الكتاكيت تنتظرهم رحلة خطيرة إلى حافة الجرف. من هناك تقفز الكتاكيت لتلتقط الطيارات الهوائية وتقلع، لكن على طول الطريق قد يتفوق عليهم الزابولون. عالم كيبلر معادل الحيوانات العاشبة، فماذا عن البشر؟
العدو الأكثر فظاعة في كيبلر بالنسبة لك سيكون الجاذبية. الحقيقة هي أنه مع ضعف قوة الجاذبية فأن قلبك سيواجه ضغطا متزايدا باستمرار، وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة ضغط الدم لديك وخطر إصابتك بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أيضا. لذلك سيكون من المستحيل تقريبا البقاء على سطح كيبلر، لكن فوق الأرض في الجو يمكن أن يشعر البشر بالراحة. في كلتا الحالتين سنحتاج إلى بناء مدن عائمة، ومع ذلك فإن كوكب كيبلر ليس الكوكب الأكثر قسوة حيث يمكن أن توجد الحياة. جليس 667 سي سي، على بعد 22 سنة ضوئية فقط من كوكبنا، وتحديدا في كوكبة العقرب، ويبلغ حجمه حجم كوكبنا مرة ونصف، ويدور حول قزم أحمر في نظام ثلاثي النجوم. لكن لدى جليسي ميزة واحدة، فهي مقفلة تدريجيا على نجمها. هذا يعني أن نصف الكوكب يتجه دائما نحو الشمس. في النصف الشرقي من الكوكب لدى جليسي صحراء حارة، بينما في نصف الكرة الغربي مغطى بالجليد الأبدي. على حدود نصفي الكرة الأرضية يوجد شريط صغير من منطقة الشفق. وفقا للباحثين من جامعة بورتوريكو في أريسيبو، يمكن أن تصل درجة الحرارة هنا إلى 27 درجة مئوية. لذلك داخل هذه المنطقة على جليسي يمكننا العثور على الماء في صورة سائلة، وفي موسم التكاثر فهي مليئة بالحياة. الأنواع الكبيرة الوحيدة في جليسي خماسية الأرجل، وتأتي إلى منطقة الشفق لتترك ذرية. هنا تخلق تيارات الهواء الساخنة والباردة رياحا قوية تحمل الآلاف من يراقاتها الصغيرة حول الكوكب، وهذه هي النتيجة التي سينتهي بها المطاف بنصف يرقة جليسي. تقرر ما الذي ستتحول إليه، إنه يسمى تعداد الأشكال. يتكاثر النمل بطريقة مماثلة على كوكبنا. عندما تضع الملكة بيضا يحتوي كل منها على نفس مجموعة الجينات، لكن كل من النمل العامل والجنود يمكن أن يفكس منهم على جليسي. ما ستتحول إليه اليرقات تحدده الرياح. ستعتمد استراتيجية ظهور خماسي الأرجل على جانب الكوكب الذي ينتهي به الأمر. يتخيل الذكاء الاصطناعي هذه المخلوقات لتبدو مثل العناكب ولكن بحجم قطة. يتم ترتيب أرجلهم الخمسة في دائرة بحيث يمكنك تغيير الاتجاه بسرعة، ومخالبهم الثلاثة تسمح لهم بسرعة انتزاع الفريسة. تلك خماسية الأرجل التي تنمو في نصف الكرة الأرضية الباردة والمظلمة مغطاة بالفراء وبقعا صغيرة متوهجة. هناك حاجة لجذب الفريسة التناظرية المحلية للياراعات. تعيش هذه الخنافس في مناطق الطاقة الحرارية الأرضية في النصف البارد من الكوكب. هناك داخل البراكين الطينية والسخانات يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية، وتستخدم الياراعات في نصف الكرة الجليدية من جليسي إشارات ضوئية للتواصل. وقد تعلم خماسي الأرجل تقليدها من أجل اصطياد فرائسها، لكن اليرقات التي انتهى بها المطاف على الجانب الحار من جليسي أقل حظا. هناك تبدو خماسية الأرجل مختلفة. بدلا من الصوف لديهم درع الكيتان الأملس الذي يعكس أشعة الشمس. لم يعد لديهم بقعا مضيئة على أجسادهم، لكنهم طوروا غدد على مخالبها تنتج السم. في هذا النصف من الكرة الأرضية من جليسي تختبئ الكائنات الحية في ظلال الحجارة والصخور. هذا هو المكان الذي تصطاد فيه خماسي الأرجل فريستها خنافس الصحراء. يلصق خماسي الأرجل مخالبه السامة في أعشاش الخنافس ويشل الضحية ويأكلها فورا. ولكن إذا لم يكن هناك وقت للهروب قبل أن تأتي الخنافس العسكرية للإنقاذ، فقد تصبح فريسة نفسها. تعيش هذه الحشرات في مستعمرات كبيرة ويمكنها أن تفترس خماسي الأرجل. يجدون نقاط ضعف في الدروع الكيتونية ويعضون في جسم الحيوان. ووفقا لحسابات الذكاء الاصطناعي، إذا كان هناك أخطاء كافية فخماسي الأرجل لن يكون قادرا على الهروب. في ظاهر الأمر تبدو ظروف الحياة على جليسي 667 سي سي قاسية جدا، لكن في الواقع في منطقة الشفق على حدود نصفي الكرة الأرضية حتى البشر يمكن أن يشعروا بالراحة، ومع ذلك لفترة وجيزة فقط. الشيء هو أن جليسي يتعرض لما يسمى بتسخين المد والجزر. نظرا لخصائص مدار الكوكب، تتحول طاقة الجاذبية إلى طاقة حرارية وتسخن الداخل باستمرار. لهذا السبب هناك عدد متزايد من البراكين النشطة والسخانات على الكوكب. في 2013 وجد علماء ناسا أن تسخين المد والجزر على جليسي
أقوى بثلاثة مرة من على كوكبنا. من المحتمل أنه قريب سيصبح غير صالح للسكنة، لكن هذا لا يعني أن سكان هذه الكواكب محكوما عليهم بالفناء، خاصة إذا كانت هذه الكائنات هي أشكال حياة ذكية. إنه أورتورس، عملاق أحمر من كوكبة بوتس، وألمع نجم في النصف الشمالي من الكرة، وأكثر سطوعا من الشمس ب110 مرات. لا تسمح لنا التكنولوجيا الحالية بالعثور على الكواكب الخارجية حول النجوم العملاقة مثل أورتورس، لكن هذا لا يعني أنهم غير موجودين. لقد ساغ الذكاء الاصطناعي أن الكوكب الذي كان يوما ما الأرض الثانية قد يدور حول نجم، لكن عندما أصبح أورتورس عملاقا أحمر وارتفعت درجة الحرارة على الكوكب بشكل حاد، تحول أورتورس إي إلى صحراء صخرية، لكن الحياة عليها لم تمت. تعيش هنا حضارة عالية التطور وقد استعدت لمثل هذه النتيجة. انتقل جميع السكان إلى قباب اصطناعية هنا. سكان الكوكب محميون من إشعاع نجمهم، إنهم ينتجون الجلوكوز الذي تحتاجه الأنواع المحلية للبقاء على قيد الحياة. تتم جميع أعمال الصيانة على القبة والنباتات والسكان المحليين في أورتورس أي بواسطة الروبوتات. إنهم يحافظون على نظام دعم الحياة ويصنعون روبوتات أخرى وحتى تلقيحا وهكذا. في خزنة خاصة بالسائل مختبئا بين النباتات، تعيش الكائنات الذكية هؤلاء ممثلو الحضارة مرات عديدة متفوقة على حضارة الأرض. يمثلهم الذكاء الاصطناعي مثل الأخطبوتات، تتكون بالكامل من نسيج عصبي. في الواقع هذه المخلوقات هي أدمغة بلا أجساد، كل واحد منهم فرد، لكنهما معا يكونان كائنا عملاقا واحدا سربا. يوجد كائن حي مماثل على كوكبنا. في ولاية أوريغون اكتشف الباحثون غارق عسل واسع يمتد على 10 كيلومترات مربعة. يبدو مثل العديد من أنواع الفطر المختلفة، ولكنه في الواقع كائن واحد. في الوقت نفسه يعتقد العلماء أن عمره يمكن أن يصل إلى 8500 عام. كانت الحضارة في أورتورس أي موجودة منذ فترة طويلة. الكوكب نفسه يبلغ من العمر ضعف عمر الأرض، وظهرت عليه حياة ذكية منذ مئات الآلاف إن لم يكن ملايين السنين. ربما يجد الناس لغة مشتركة مع هذه الكائنات فائقة الذكاء، لكن من غير المحتمل أن نعيش معهم كتفا إلى كتف. المشكلة هي أن الموارد على هذا الكوكب محدودة، بالإضافة إلى النباتات التي يأكلها السكان المحليون. لا توجد مصادر طعام هنا. علاوة على ذلك، حتى المكان المناسب للحياة محدود. خارج القبة يدمر إشعاع النجم كل الحياة. لم تستطع البشرية البقاء على أورتولوس أي، ولكن هناك كوكب مثالي في مجرتنا. تخيل كوكبا أفضل من الأرض، يحتوي على أكسجين أكثر، شمسان يلمعان في السماء، ومعظم الأرض مغطاة بالنباتات. قد يكون هذا الكوكب هو ألفا سانتوري سي وان. يدور حول نجم أي في نظام ألفا سانتوري، فقط 4 سنوات ضوئية من الأرض. تغطي القارات الموجودة على هذا الكوكب مجموعة متنوعة من الأنواع النباتية. الشيء المهم هو أن ألفا سانتوري سي وان يستقبل الضوء من نجمين في وقت واحد، وفي غلافه الجوي يوجد أكسجين أكثر بنسبة 10% مما هو موجود على الأرض. لذلك وفق لحسابات الذكاء الاصطناعي، تتمتع الأشجار والنباتات الأخرى بظروف مثالية للنمو هنا. وفي الغابات الكثيفة لهذا الكوكب الخارجي توجد خنافس بحجم أرنب، هم من الحيوانات العاشبة ويتغذون على الفاكهة أو الفطر المحلي. في الوقت نفسه يصورهم الذكاء الاصطناعي بفم عمودي، وهذا صحيح لأنه من الأنسب الحصول على الطعام بهذه الطريقة. تعيش هذه الخنافس موسما واحدا فقط، ولديها العديد من الأعداء الطبيعيين، لذلك يتكاثرون بطريقة غير عادية. ينتج الذكر والأنثى يرقات تجد بعضها البعض عن طريق الرائحة وتندمج في جنين واحد. ينمو هذا الجنين ليصبح شرنقة، ويستخدم مخالبه للتشبث بأغصان شجرة قريبة. بهذه الطريقة فقط يمكنه تحمل الشتاء القاسي. تموت الخنافس نفسها عندما يأتي البرد أو تصبح ضحية للحيوانات المفترسة المحلية. في سياق التطور، طورت هذه المخلوقات على غرار القرود الأرضية زوجا إضافيا من الأرجل. هم أطول وأرق من البقية،
ولديهم 3 أصابع فقط تنتهي بمخالب منحنية وحادة. في حالة الهدوء يطوي المفترسون هذه الكفوف على صدورهم، وأثناء الصيد يمكنهم رميهم أمامهم والاستيلاء على الفريسة. لكن هذه الحيوانات ليست أخطر المخلوقات في ألفا سنتوري سي 1. في الواقع هذا الكوكب ينتمي إلى عيش الغراب، هم المفترسون الحقيقيون لأنهم يحتاجون إلى البروتين الحيواني للنمو والتكاثر. وللحصول عليها طوروا استراتيجية كاملة. في البداية ينمو الفطر فاكهة صفراء غنية بالعصارة تجذب الخنافس، لكن خلال موسم التكاثر تتحول فاكهة الفطر إلى اللون البرتقالي. عندما تلتقط الخنفساء مثل هذه الفاكهة يطلق الفطر جراثيما في الهواء، تدخل هذه الجراثيم إلى الجهاز العصبي للخنفساء وتغير سلوكها. بدلا من الهروب من الحيوانات المفترسة ستتبع الخنفساء رائحتها، يصبح فريسة سهلة. وعندما يأكل حيوانا مفترسا مثل هذه الخنفساء فإنه يصاب بالجراثيم. يبدأ الفطر بالنمو داخل الجسم ويدمره من الداخل، يصبح الحيوان أضعف كل يوم ويموت في النهاية، وينمو فطرا جديد على جثته. تستخدم التوكسوبلازما استراتيجية مماثلة على كوكبنا. هذا الكائن الدقيق يمكن أن تحمله القوارض والثدييات الصغيرة الأخرى، ولكن لإكمال دورة التكاثر يجب أن تدخل التوكسوبلازما في جسم القط. في عام 2000 باحثون في الجمعية الملكية بلندن اكتشفوا أن هذا الكائن الدقيق يمكن أن يغير سلوك الفئران والجرذان عن طريق دخول أدمغتهم. إنه يجعل القوارض لا تخشى حرفيا، مما يجبرها على الخروج من مخابئها وتتبع رائحة قطة. وفي 2007 ظهرت دراسة جديدة على التيكوسبلازما، وفقا لذلك يمكن لهذا الكائن الدقيق أن يؤثر على العمليات الكيميائية الحيوية في دماغ الإنسان وحتى تغيير شخصيته. لم يكتشف الباحثون بعد ما إذا كانت الجراثيم الفطرية في ألفا سنتوري سي 1 لها تأثير مماثل، لكن في حالة حدوث ذلك من الأفضل للمستوطنين الأوائل الابتعاد عنهم. بغض النظر عن الفطر الغريب، فإن ألفا سنتوري سي 1 هو الكوكب المثالي للبشر. المناخ هنا مشابه تماما لمناخ الأرض، ولكنه مختلفا في أقصى درجاته. الصيف على الكوكب يشبه أكثر الشهور حرارة عند خط الاستواء، وفي الشتاء يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر. على كوكبنا تم تسجيل درجة الحرارة هذه مرة واحدة في القارة القطبية الجنوبية في محطة فوغي دوم. يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة في مثل درجات الحرارة المخفضة في أماكن مجهزة بشكل خاص. على أقل تقدير يمكنك الهجرة من مكان إلى آخر للبقاء على قيد الحياة في موسم البرد في ألفا سنتوري 1. يمكنك غالبا رؤية الليالي البيضاء. الشيء هو أن الكوكب يدور في نظام ثلاثي النجوم. نجمها الأصلي ألفا سنتوري أي ينبعث منها معظم الضوء والحرارة. النجمة الثانية بروكسيما سنتوري يقع على مسافة أبعد من الآخرين ويبدو وكأنه قمر خافت في السماء. أخيرا النجم الثالث ألفا سنتوري بي هي الشمس الثانية الحقيقية، لكن في بعض الأحيان من جراء خصائص المدارات يمكن أن يختفي ضوءها من نصف الكرة الأرضية للكوكب، حيث يجب أن يكون هناك ليل. قد يغير دورات الميلاتونين في الدماغ وسوف ينام الناس بشكل مختلف. على سبيل المثال ليس 8 ساعات متتالية، ولكن 2-4 مرات في اليوم. هناك ميزة أخرى، سيصاب الناس هنا دائما بالدوار قليلا من الأكسجين الزائد. على الرغم من كل العيوب فإن ألفا سنتوري أي هو الأقرب لكونه الكوكب المثالي للبشر. ضع في اعتبارك أن نماذج الذكاء الاصطناعي للكواكب الخارجية تعتمد على شكل الحياة على الأرض والنباتات المتعلقة بفيزياء هذه الكواكب. ولكن ماذا لو طلبت منه إظهار كوكب مثالي صالح للسكن بدون أي بيانات إدخال إضافية؟ طلبت من الذكاء الاصطناعي أن يظهر كيف ستبدو أول رحلة بشرية من الأرض إلى كوكب مثالي، وهذا ما أظهره.